اجتماع تشاوري اليوم لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في المنامة لبحث الجهود المبذولة لوقف دعم قطر للتطرف والإرهاب. عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح قرب ميناء المخا. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على تجربة بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية تأتيكم من شاشة النيل من القاهرة، نبدأها بعد هذا الفاصل. يشارك اليوم وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في العاصمة البحرينية المنامة. يبحث وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال الاجتماع الجهود المبذولة لوقف دعم قطر للتطرف والإرهاب. يأتي اجتماع المنامة تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم بالقاهرة في 5 يوليو الجاري. المزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من البحرين الأستاذة سوسن الشاعر الكاتبة الصحفية. أستاذة سوسن صباح الخير. أستاذة سوسن صباح الخير. صباح النور. يعني أهم القرارات التكميلية التي من المفترض أن يتم اتخاذها في اجتماعات الدول الأربع هذه المرة في البحرين استكمالا لما بدأته هذه الدول منذ قرابة شهرين. الاجتماع الأخير الذي سيعقد الآن في المنامة استكمالا لإجراءات بدأت من قبل من بداية الأزمة إلى الآن. نعم. ومن بدايتها إلى الآن لم تقف دول التحالف انتظارا لاستجابة قطر للمطالب، بل اتخذت خطوات أخرى ساهمت فيها بخفض درجات العنف في أكثر من دولة، وساهمت أيضا بتضييق الخناق على كثير من المنظمات الإرهابية. فدول التحالف ماضية في طريقها غير عابئة أيضا باستجابة قطر أو من عدم استجابة. نعم أستاذة سوسن، يعني الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبل الدول الأربع لازالت في إطار محاولات الحل السلمي، ما السيناريوهات المتوقعة من وجهة نظر حضرتك في الفترة القادمة؟ لا أعتقد أن الأمر يعني سيتصاعد إلى خيار أو قرار عسكري، لسنا بحاجة لذلك. دول التحالف تنجز وتجني ثمار إجراءاتها الشرعية السلمية وتنعكس تلك النتائج على الأرض. الآن نحن في صدد ملاحقة ليس فقط التنظيمات التي تدعمها قطر، إنما أيضا في صدد ملاحقة عملاء قطر في المنطقة. نعم. القائمة الثانية التي صدرت بعد اجتماع القاهرة تؤكد أن التحالف الرباعي وسع دائرة ملاحقته ليس فقط للتنظيمات القطرية، إنما لمن يتعامل مع قطر. فالقائمة كانت تشمل تنظيمات ليبية وتنظيمات يمنية وأفراد ومؤسسات ليبية ويمنية. ذلك يعني أن الإطار الذي تدور فيه التحالف يتسع ويشمل أكثر من تنظيمات تدعمها قطر، سواء داخل قطر مقيمة أو داخل قطر تم تأسيسها أو تنظيمات تدعمها قطر بالتمويل في السلاح، إنما أيضا التنظيمات التي سماها حتى أمير قطر بالقوى الناعمة التي تعني بالمؤسسات الإعلامية والمؤسسات التي تعمل تحت غطاء تنظيمات تحت غطاء حقوق الإنسان أو الأعمال الخيرية. الآن الدائرة تتسع والخناق يضيق على قطر بشكل تدريجي ومدروس من دول التحالف الرباعي
يبين أن هناك رؤية واضحة. نعم. وأن الأمر ليس معقودا فقط بقطر وبالاستجابة بمطالبها فحسب، إنما مكافحة الإرهاب تمتد إلى أي موقع تصل إليه الأموال القطرية. نعم الأستاذة سوسن أشعر الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من البحرين، شكرا جزيلا لك. تنظر المحكمة الدستورية اليوم منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي طيران وصنافير. كانت هيئة المفوضين قد أكدت في تقريرها أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وأيدته المحكمة الإدارية العليا لا يخالف التسعة أحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بأعمال السيادة. اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية ومدير الأمن ومدير المصالح والإدارات العامة ونواب مدير الأمن ونواب مدير الإدارات والمصالح. راعت حركة تنقلات وزارة الداخلية المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية. إلى تطورات الأزمة في اليمن، حيث قتل أكثر من 40 شخصا خلال اشتباكات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي وصالح استمرت على مدى أيام بالقرب من ميناء المخا الواقع على البحر الأحمر. وأفادت مصادر عسكرية أن من بين القتلى 16 من عناصر الحوثيين وسبعة جنود، وذلك في أعقاب هجوم شنه الحوثيون استهدفوا فيه ميناء المخا بقارب ملغوم لم يسفر عن ضحايا. في غضون ذلك نفذ طيران التحالف العربي غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي من محافظات عمران وصعدة والجوف شمالي اليمن، دمرت مخازن أسلحة ومواقع للحوثيين مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في جبهة الساقية بالمحافظة. تجري اليوم ميليشيات حزب الله اللبناني تبادلا لجثث المقاتلين مع مسلحي جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي. يشمل الاتفاق بين حزب الله ومجموعات سورية مسلحة عند جرود أرسال في الحدود اللبنانية تبادلا لجثث القتلى من الأراضي اللبنانية وفتح معابر آمنة عبر محافظة إدلب لأهل الزبداني ومضايا، مع ترك الحرية لمن يريد البقاء مع أي جانب. من ناحية أخرى، أكد ناشطون سوريون تعرض مناطق في قرية لحايا الواقعة في الريف الشمالي لحماة لقصف مكثف من قبل القوات السورية، كما نفذت الطائرات السورية ضربات جوية على مجموعة من القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في ريف شرقي لحماة من ضمنها قرية القسطل ومسعود. في الوقت ذاته أكدت مصادر المعارضة أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر إلا على مساحة 15 كيلومترا من مدينة الرقة جنوب نهر الفرات. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع بملهى ليلي في مدينة كونستانز الألمانية، وذلك وفقا لمصادر بالشرطة الألمانية. أضافت المصادر أن مطلق النار المشتبه به أصيب بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، مشيرة إلى أن دافع وراء إطلاق النار غير واضح حتى الآن.
تعرضت رحلات الطيران في مطار سيدني للتأجيل مع تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء أستراليا بعد إعلان رئيس وزراء البلاد نجاح الشرطة في إحباط مؤامرة إرهابية كانت تهدف إلى إسقاط طائرة. كما تم تمديد الإجراءات الأمنية أيضا لتشمل كافة المطارات الدولية وصالات الوصول المحلية في أنحاء أستراليا. كانت السلطات الأسترالية قد اعتقلت 4 أشخاص في سلسلة من المداهمات الأمنية في أنحاء مدينة سيدني على خلفية صلتهم بالهجوم الإرهابي الفاشل والذي وصفته الشرطة بأنه مثل تهديدا وشيكا. قال مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن الشرطة تركز حاليا على جمع الأدلة لضمان توجيه تهم للمعتقلين يتعلق بهذا المخطط. أعلنت القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ أن قاذفتين أمريكيتين من طراز B-1B حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجربة الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية الجمعة الماضية. رافقت القاذفتين طائرات حربية كورية جنوبية، وقامت التشكيلة الحربية الجوية بمنورة فوق قاعدة كورية جنوبية. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، بينما اعتبره الرئيس دونالد ترامب عملية متهورة وخطيرة ستؤدي إلى عزل بيونغ يانغ على حد قوله. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صمت الصين حيال مواقف كوريا الشمالية، معتبرا أن بكين يمكنها بسهولة حل هذه المشكلة. وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة له إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال الصين، لافتا إلى أن واشنطن تسمح بأن يستمر هذا الأمر. كما حمل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كل من الصين وروسيا مسؤولية خاصة عن تفاقم الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية. تجري فنزويلا اليوم الانتخابات المقررة لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتولى مهمة وضع دستور جديد للبلاد، الأمر الذي تعتبره المعارضة التي تشكل غالبية أعضاء الجمعية الحالية وسيلة من الرئيس نيكولاس مادورو لتوسيع سلطاته وتمديد ولايته. وقبل ساعات من انتخاب الجمعية التأسيسية وقعت مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين رافضين لانتخاب الجمعية التأسيسية، حيث قاموا بإحراق الكثير من الأدوات المستخدمة في إجراء الانتخابات. في العاصمة كاراكاس قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن انتخاب جمعية تأسيسية وطنية جديدة اليوم الأحد سوف يخرج البلاد من حلقة مفرغة من العنف. عندما أدركت أن المعارضة لا تريد الحوار، وعندما أدركت أن وصول حكومة دونالد ترامب اليمينية المتطرفة قد أعطاها الأمر بإحراق فنزويلا، وعندما أدركت أنها كسرت حدود التعايش السياسي، قلت لنفسي ليس هناك من خيار سوى الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور للسيطرة على هذا الوضع. في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اختار رئيس وزراء باكستان نواز شريف الذي أقالته الحكومة العليا شقيقه شاهباز ليكون خلفه السياسي، ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بالوكالة. بدأ رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في رسم الطريق لباكستان، اختار شقيقه شهباز ليكون خليفته ووزير النفط السابق شهيد حقان عباسي رئيسا للوزراء بشكل مؤقت، لكنه لم يخفي خيبة أمله إزاء قرار تنحيته، متهما المعارضة بأنها حاولت تشويه صورته. يجب أن تكونوا سعداء لمعرفة أن زعيمكم طاهر اليدين وليس فاسدا. إذا أقالتني المحكمة العليا فانظروا إلى التهم، لقد تمت إقالتي، هل ذلك يبرر عدم أهليتي؟ هل قلوبكم تقبل هذا الادعاء ضدي؟ ومع تمتع حزب الرابطة الإسلامية بالأغلبية في البرلمان، يتوقع أن يحظى عباسي بالموافقة كرئيس وزراء مؤقت للبلاد. هذه قرارات الحزب، والحكومة دائما جزء من الحزب، والأولويات يقررها أيضا الحزب، ولا يمكن أن تكون هناك أولويات شخصية. وتكليفي تم من خلال نواز شريف والمشروع الذي أعلنه سنستمر فيه،
ويتعين علي تسليم تلك المشروعات لرئيس الوزراء القادم. بالتزامن احتشد المئات من أنصار نواز شريف إسلام أباد احتجاجا على قرار إقالته، وأصر المتظاهرون في أحد الطرق الرئيسية بإسلام أباد مرددين شعارات مؤيدة لشريف قبل أن يتفرقوا بشكل سلمي. كما نظم أنصار شريف مظاهرات مماثلة لكن أقل حجما في مدينة لاهور شرقي البلاد، والتي شهدت فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2013. ألقت شرطة مكافحة الشغب البريطانية القبض على عشرات المحتجين بالعاصمة لندن على خلفية وفاة شاب أسود بعد مطاردة مع الشرطة. تظاهرات غاضبة شهدتها العاصمة البريطانية لندن احتجاجا على مقتل شاب أسود بعد مطاردة مع الشرطة الأسبوع الماضي. التظاهرات اندلعت على خلفية الطريقة التي تعاملت بها الشرطة البريطانية في إلقاء القبض على الشاب راشان تشارلز البالغ من العمر 20 عاما أثناء محاولته الهرب من الشرطة. وقام عشرات المحتجين بإغلاق بعض الطرق وإلقاء الزجاجات والألعاب النارية وغيرها من المقذوفات على قوات الشرطة، فيما اعتقلت شرطة مكافحة الشغب العديد من المحتجين وتمكنت من فرض سيطرتها على منطقة وقوع الاشتباكات شرقي العاصمة لندن. الاحتجاجات تفجرت بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي لتسريب كاميرات المراقبة بمتجر تظهر فيه اللحظات الأخيرة في حياة المشتبه به أثناء محاولة شرطي القبض عليه. كلنا رأى تسجيل الفيديو، وهناك العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابة ولن أرحل قبل أن يتم الرد عليها. من جانبها شددت السلطات البريطانية المراقبة الأمنية في المنطقة التي شهدت احتجاجات ودفعت بسيارات طوارئ. هناك أزمة مساواة في مجتمعنا، ورأينا هذا في منطقة هاكني التي نعيش بها. هذه مشكلة كبيرة وها هي نتيجة. سكان منطقة هاكني التي شهدت الواقعة أقاموا نصبا رمزيا لذكرى الشاب تشارلز الذي توفي الأسبوع الماضي في المستشفى، في الوقت الذي قالت فيه مفوضية شكاوى الشرطة المستقلة إنها ستحقق في الملابسات المحيطة بوفاته على يد رجال الشرطة. أصيب أكثر من 80 شخصا في أول إعصار يضرب تايوان خلال العام الحالي، كما تعرضت البلدة الساحلية للغرق في الوقت الذي رفعت فيه البلاد استعداداتها لمواجهة ثاني عاصفة استوائية تشهدها البلاد. كان إعصار نيسات قد وصل إلى ساحل شمالي شرقي لتايوان مساء السبت مع هبوب رياح بسرعة 137 كيلومترا في الساعة وفقا للمكتب الوطني للأحوال الجوية. وقد تم إخلاء أكثر من 10,000 شخص من منازلهم أغلبهم من جنوب تايوان قبل قدوم الإعصار، الذي تسبب أيضا في إلغاء 145 رحلة طيران دولية وانقطاع الكهرباء عن ما يقرب من نصف مليون منزل. احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة بحصولها على شهادة اعتماد جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين. بعد العمل الجاد والمستمر لمزيد من التقدم من قبل أساتذة كلية إعلام بجامعة القاهرة، احتفلت الكلية بحصولها على شهادة اعتماد جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وانضمامها لقائمة الكليات المعتمدة على مستوى الجامعات المصرية. ده بيؤكد قدرة هذه الكلية على تقديم برامج تعليمية جيدة ومفيدة. النهاردة بنحتفل بحصولها على الاعتماد والجودة من هيئة الاعتماد والجودة المصرية، وسوف تبدأ الكلية في اتخاذ إجراءات الاعتماد الدولي. ده كله في الحقيقة بيصب في سمعة التعليم المصري وفي تصنيف جامعتنا. بيوثق عمل الكلية ويؤكد على أنها فعلا كلية متميزة، وأن أبنائها وخريجيها متميزين ومؤهلين بكفاءة لسوق العمل. فأعتقد أن المنافسة بتبقى لصالح هؤلاء الخريجين، لأنك أنت بتأكدي وبتدعمي ذلك. المهم
المهم كمان ان احنا الاعتماد القومي بيبقى مرحلة الاولى التي تسبق مثلا الاعتماد العربي. الاعتماد العربي الدول العربية كلها يبقى انت لازم اصلا تكوني معترف بيكي في بلدك ثم الاعتماد العربي. احنا بالنسبة لنا الحصول على الجودة في المرحلة دي مش هو الهدف الاسمى، يعني ان احنا عندنا هدف اكبر ان احنا نحصل على الاعتماد الدولي، ولكن دي خطوة مهمة لكي نحصل على الاعتماد الدولي. وحصلنا على الاعتماد الدولي معناها ان طلابنا شهاداتهم تكون معتمدة في كل انحاء العالم. وعبر الطلاب عن سعادتهم بحصول الجامعة على الاعتماد، واكدوا انه سوف يفتح لهم افاقا جديدة في سوق العمل. هي طبعا اول كلية اعلام معتمدة في الجمهورية مصر العربية، دوت هيضيف لها كتير ان هي معتمدة من جودة التعليم اللي احنا بناخده، فاحنا غير اي كلية تانية. غير كده احنا يعني تعليم تدريب كل حاجة كلية اعلام التوب. طبعا مبسوط جدا كليتنا حصلت على الاعتماد، لان الاعتماد ده هيخلينا يعني هيزود فرصنا في سوق العمل اكتر، وطبعا ده بيدل على ان كلية اعلام جامعة القاهرة من الكليات العريقة، وان التدريب فيها جميل واستوديوهات وعلى اعلى مستوى. وطبعا يعني بنتمنى ان نبقى معتمدين دوليا عشان يبقى لنا فرص للعمل في الخارج يعني فيما بعد. وخلال الحفل تم تكريم عدد من المشاركين من اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه في انشطه الجوده طوال الفتره الماضيه. حالة من الفرح تسيطر على كلية الإعلام بحصولها على الاعتماد، ما يؤكد قدرتها على النجاح، فهي القلعة الحصينة التي تخرج منها مئات الكوادر الإعلامية التي قادت مسيرة الإعلام العربي. من داخل جامعة القاهرة، بسمة الشاعر، النيل. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار. اجتماع تشاوري اليوم لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات في البحرين في المنامة لبحث الجهود المبذولة لوقف دعم قطر للتطرف والإرهاب. عشرات القتلى في اشتباكات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي وصالح قرب ميناء المخا. قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية رداً على تجربة بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات. انتهت النشرة، إلى اللقاء.